السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، حاليا سنناقش موضوع خطير جدا اكتسح حاليا الساحة الإعلامية ثم الساحة الوطنية بشكل عام. غادي نهضروا على الرقي الشرعي في المغرب. نعم، في مجتمع بنادم عايش في وسط الكبت والحرمان الجنسي، وخصوصا في مجتمع كيعاقب على الجنس وكيفرض على المرأة مجموعة ديال القيود، بدأت ظاهرة الرقية الشرعية تأخذ أبعاد خطيرة ومخيفة، لأن أصبحت تتجمع بين العنف الجنسي والعنف الجسدي لطرد الجنون أو استغلال هشاشة نفسية للمريضات لاعتداء عليهن جنسيا. بل أكثر من هذا، هناك بعض الرقات التي يطلبون من المريضات ملابسهن الداخلية للقيام بالتشخيص الدقيق. فضيحة الرقي بركان المكبوت ما زال يكيطح نقاشا واسعا. ونهار الخميس قال الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه تقنين الرقية الشرعية يحتاج إلى عمل مشترك بين مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف. جل وعلا مكتسبين الأجر من الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بكل صراحة نكونوا صراحة بعضياتنا أن في المغرب الرقي الشرعي صعيب يشك فيه بنادم، ولا يشك فيه الرجل الأب ولا الأم. الرجل كيجي يقول بالحيته وقارئ القرآن وكيقوي من دي قال الله قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بنادم كيتيق حتى كيولي هو براسه غادي بمراته ولا بنته عند الرقي الشرعي اللي غادي يمارس عليها الجنس. وهذا النوع من الرقات اللي كيشتغلون الضعيفات والمريضات واللي نفسهم مهزوزة والعيالات تيمشيو بخاطرهم عندهم وبطبيعة الحال وبرضا ديالهم. خلاصة الرقية الشرعية في واحد من النوع من النصب كبير باسم الدين. وهذا النوع من الرقات التي يشتغلون الضعيفات والمريضات ولنفسهم مهزوزة طبيعة الحال، العيالات تيمشيو بخاطرهم عندهم وبالرضا ديالهم. خلاصة الكلام، الرقية الشرعية هي واحد نوع من النصب كبير باسم الدين. إيوا هذا الشيء هو اللي قال بعض واحد السلفي من اللي قال أن الرقات يستغلون الناس وكينصبوا عليهم خلال اعتماد على الإسلام والقرآن. وهذا الشيء أصبحت ظاهرة، أصبحت خطيرة جدا، بحيث أن كنمشيو كنشوفوا بأنه ولينا كنلقاو في الفيسبوك والتواصل الاجتماعي الصورة ديالهم راقي شرعي راقي شرعي. أي واحد سمع شيء ما تكطيح إلا وصرع عندها كيجري. وبالتالي أننا ملي كتدخل الإنسانة أنها في الرقية الشرعية وكتبقى تغوت أو كيضغط عليها باسم او باخر، حنا ندري هذا الشيء، كتصبح هذه الظاهره هذه كتغوت البنت وكيخليها كيخرج الاب ديالها والام ديالها وكيخليها ما بينها وما بين الراقي. فهذا شيء خطير وخطير جدا، ولا بد من تدخل السلطات المحليه لحد من هذه المزاله، لان بنات العرب وبنات المغرب ليس بمزاله. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.